أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله بما عبر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في اللقاء التلفزيوني الذي بث يوم أمس من مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال والعزيمة والإنجاز، وتأكيد على أهمية الدور الأساسي البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وما تبذله من جهود للإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي وما تتحمله من مسؤوليات للحفاظ على الأمن والسلم الدولي. وعبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما تميز به حديث أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اللقاء التلفزيوني من صراحة ووضوح، أطلع العالم بكل شفافية على التوجهات السياسية والاقتصادية المقبلة للمملكة في ظل رؤية 2030، وتأكيده أيضا أن المملكة ستبقى شريكا موثوقا في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية محافظة على مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويبعث في الوقت ذاته رسائل تفاؤل وطموح لتحقيق المزيد من التقدم النجاح. ونسأل الله أن تكون الشقيقة الكبرى دوما وطن الخير والعزة. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل المضي قدما على النهج السديد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ترسيخ علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الأصعدة، وستواصل تنمية مسارات التعاون الوطيد عبر مجلس التنسيق السعودي برؤيته الطموحة لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمشاريع المشتركة بما يعود بالخير على المملكتين الشقيقتين وأبنائهما الأعزاء.